ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدور الفاعل للسلطة التشريعية ضمن فريق البحرين وما يبدونه دوما من تعاون وعمل مشترك واستجابة لمتطلبات دعم مسارات العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطن، منوها سموه بما وصل إليه التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من مستويات متقدمة بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله، لافتا سموه إلى أننا ماضون في طريق التقدم وطموحنا في من أجل الوطن وأبنائه لا حدود له. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر آل قضيبية اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم. وأكد سموه على العلاقة الراسخة بين الحكومة والسلطة التشريعية باعتبارها نهجا وطنيا وأحد مسارات تحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين وأبنائها الكرام. لله الحمد، يعني عندنا الكثير من اللي قمنا والكثير اللي لازم نعمل سوء. ف يعني حقيقة فوزية وعلي وكلكم أجمع من الشيخ محمد كنت شركاء في أكبر تحدي حقيقة كل الدول العالمية، حتى عالم شاهدنا في حياتنا وشاهدنا التاريخ المعاصر وأنجزت. بداية الشكر موصول لكم جميعا، أنا أعتبركم كل من فريق البحرين اللي قمتوا بالواجب في الوقت الصعب وقفوا معنا أسوانكم اللي كانوا يسرون اللي في رعاية المرضى وفي حماية الصحيين. هذه السنتين ما كانت على يعني أي دولة أو على أي مستوى، والآن يعني هم يقولون بوجود الأدوية تحول الفيروس، يعني خرجنا من شدة صدمة إلى مرحلة التعايش مع الفيروس بأفضل الطرق، والأدوية موجودة والأطعمة موجودة وكل الأنواع موجودة والفرق موجودة. فيعني إذا ناخذ نفس نقف من هاللحظة يجب أن يعني نحمد من الله سبحانه وتعالى ونشكر جلالة الملك ونشكر كل مواطن ومواطنة وكل مقيم للإنسان على العمل، لأن الحقيقة الكل كان مفتوح. فهذه البداية، يعني هذا يعني فترة الآن يعني لازم على الأقل شوي نلف عيوننا عنه وننظر إلى المستقبل. فهذه يعني نهاية دورة، وهذه الدورة اللي بداها المرحوم محمد خليفة دورة تاريخية، وأنا شاكر يعني من عمق القلب التعاون والآراء البناء والمناقشة المفيدة اللي تجعل القرار يكون قرار أكثر صلاح وأكثر استدامة. فهذه ميزة في المؤسسات اللي عندنا، مجلس الشورى ومجلس الوزراء، مؤسسات فعلا لازم نحميها كل ما نقدر
وكل ما نستطيع. ففي هذا الشهر المبروك أنا أعرف في نهاية الدورة أن أنتم دائما تلعب ليكون في سرعة الإنجاز والوصول إلى يعني الأهداف المرجوة. التمثيل نقدي أصلاً في نفس الوقت. واليوم نشوف تحدي الغلط، نشوف تحدي ثقب ارتباطات المواصلات العالمية اللي تثبت المشاكل، ترفع أسعار الطاقة، ترفع أسعار بعض الأساسيات مثل الذهب. وأنا يعني بطمنكم أن بالعمل صور نبغى نتغلب حتى على أنا سمعت البارحة وهم مشهورين بطاقة التجارة، سمعت الالتزام الصريح بعدم رفع الأسعار على المواطنين، وهذا شيء يعني الالتزام اللجنة خاصة اللجنة في الأدوية في النهاية لازم تتحرك، لأن يعني حق الأسر محتاجة هذا الأساس من بعد المسكن. فهذا التحدي يعني بيبدا عندنا فتره، لكن ما بيكون شارف بالحد اللي يعني البعض يتوقع. واقدر اطمنكم بعد ان المؤشرات على الاقل اللي بنشوفها السابقه مو باللاحق العيال المستقبليه تؤشر ان الاقتصاد ترى قاعد يتحافظ سابقا، وهذا شيء. فأنا متوقع أن الأرقام لا حتى الربع الأول من سنة 2022 تكون أرقام يعني تريح، وتريح على جميع المستويات. أنا ما أتكلم فقط على الناتج المحلي، هذا الناتج المحلي ما راح يفرق، لكن يعني حتى في رواتب الناس في توظيف الناس أنا متوقع الأرقام تكون يعني الحمد لله تأمن بالخير وتخلي الناس تتفائل. أنا بأطلب يعني من أول ما أطلع هذه الأرقام مثلاً من الخليج إن شاء الله بأسرع وقت ممكن، نبي نبين للناس أن المستقبل إن شاء الله دار ومصالحهم، لكن لولا تعاون هذا لا يكون. فمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك مسعود بهلف وبسلوك فاحنا يعني في التزام بعضنا البعض، النفس البناء والاحترام المتبادل بنقدر نوصل الى ما عندي اي شيء. وكلنا شفنا يعني قوة فكرة الفريق الواحد. والفريق الواحد الان لكن في يعني فرق، وانتم يعني خير ما أنه بالتواصل والتواصل مع بعض. إن شاء الله يعني الحياة وهي تقود لطبيعة لازم نستذكر يعني أفضل الأمور، خاصة هذا في هذا الشهر الفضيل. أنا خادم هذا المجال، جلالة الملك خادم هذا يعني النهج سلوك. تربينا في مجالس أبانا وأجداد يعني أنتوا كمان، فا يعني كيف يعني أو شلون أعبر عن سعادتي إن أنا أكون بين في هذا المجمع الليلة، وأتمنى الحقيقة للجميع التوفيق في هذا الشهر المبروك، وخلونا إن شاء الله نواصل ونبتدي يعني كما يقولون من حيث ما انتهينا. كل يوم أنا أبتدي من حيث ما انتهينا إن شاء الله هنرجع. بإذن الله يعني ما تقول مسار، وأنا مطمئن وأنا صاح يعني هذه بعد أهم شيء، ويعني نصبح الصبح وننام في الليل المواطن في الدنيا وفي الله.
هذا وأكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تعزيز منهجية العمل الوطني والتعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة الموقرة تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله الداعية إلى توحيد الجهود الرسمية من أجل صالح الوطن والمواطنين ومستقبل البحرين. جاء ذلك بمناسبة تشرف معاليها وأعضاء مجلس النواب بلقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث سارعت زينل نحو الإشادة بجهود سموه في الارتقاء بمنهجية العمل الوطني المشترك ضمن استراتيجية وطنية جامعة تحاكي أوجه التكامل والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل الذي يكفل دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات وتطوير مخرجات المنظومة التشريعية العصرية ضمن مسار متسارع. من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التعاون والتكامل في أداء المسؤوليات الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر نهجا ثابتا في مسيرة العمل الوطني الزاخرة وقاعدة راسخة لتفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله المنادية دوما إلى حتمية تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لتكون بمثابة دعامة أساسية للبرامج والاستراتيجيات الحكومية الرامية للبناء على ما تحقق من نهضة شاملة في البحرين. وأشاد صالح بالدعم الملكي الذي تحظى به السلطة التشريعية بما يمكنها من مواصلة ما تطلع به من مسؤوليات تشريعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى حقيقة التعاون الوثيق والعمل الإيجابي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يليه سموه من حرص كبير ومشهود على تعزيز مسارات التشاور وإيجاد المزيد من أطر التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والسلطة التشريعية.